طبعا انت بتسوي محتوى يا شيخ، لا تهتم لكلام الناس ابد ابد، خذها كعبرة، لا تهتم لكلام الناس. يقول لك عيش ولا تهتم لرضاهم، عيش ولا كأنك تراهم يا شيخ، والله ولا كأنك تراهم، كأنك رايح قدام وكأن ما حد يعيق عليك الطريق اللي انت ماشي، بس امشي والله امشي، عاد تهتم لكلام الناس يا شيخ، والله يوفقك ان شاء الله وبتوصل الشيء اللي انت تبيه، بتوصل غصبا عن عيونهم وغصبا عن كل واحد اللي قاعد ينتقدك ويتنمر عليك، هذا اقسم بالله ما عنده سالفة في الحياة، والله ما عنده سالفة معنى كلمة، فانت مش في الطريق اللي انت بتوصله ان شاء الله بتوصله وبتيبه غصبا عن عيونهم.